يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 أحبائي مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد وكذلك أصدقائنا اللي رام يشوفوا فينا وحبوا يحضروا ويفرحوا كما أنتم ما عليهم إلي توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك. أحبائي بلكم شفتوا عمو يزيد راهو بالبرنوس ووجدنا شوية شماع ووجدنا هذه المناسبة مناسبة سعيدة للأمة الإسلامية كلها هو هذه المناسبة هي مولد خير الأنام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نحتفل كالأمة الإسلامية تحتفل بالمولد النبوي في هذا الفترة هذه وهنا رايحين نوجد لكم مفاجأة من بعد دوك تعرفوها كذلك كاين يوم عالمي مهم في هذه الفترة هذه اللي هو يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل سي لا جورني انترناسيونال دي دووا دو لونفون هو اليوم منذ سنة 1989 تبنت منظمة الأمم المتحدة ميثاق حقوق الطفل يعني أصبح للطفل حقوق من خلال القانون والقوانين وكامل لتحمي الطفل حنا نحبوا الأطفال تاعنا دائما يكونوا بخير وسلام قبل ما نبداو الحصة دائما نستضيفوا ساعي البريد اللي يجيب لنا الرسائل تاع أصدقاء عمو يزيد اللي راسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات إذا سهيب تعال سهيب تعال تعال مرحبا سهيب مرحبا واش راك ولدي؟ واش راك؟ لاباس ما تعبتش اليوم بزاف ساعي البريد لاباس؟ لاباس هاي مليح جبتنا بريد أصدقائنا الأطفال؟ نعم الله يبارك حط هنا في علبة البريد إذا سهيب يحط لنا البريد في علبة البريد باش من بعد نعاودوا نقراوها لكم أنتم أصدقائنا اللي بعثوا لنا هذا الرسائل هذه مع السلامة شكرا 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 سهيب شكرا أحبائي شكون حبيت نعرف شوية انتي تعالي اروحي اروحي بنتي واش حبيتي تقولي لي تعالي اروحي اروحي عندي واسمك اسمك بسلينا لا غزلان اختك هادي اختك ولا تقول لك شاطره غزلان انتي شحال في عمرك اربع ايام اربع سنين اربع سنين اي ديري بوس على عمو يزيد أكيد فرحنا لك هنا يا قعدي قعدي شكون تاني يزيد يهضر مع عمو يزيد تعالي تعالي بنتي واسمك ريتاج ريتاج وين تسكن ريتاج في شفا في شفا خيار الناس شحال في عمرك سبع سنوات أكيد فرحنا لك هنا الله يبارك الله يبارك التحقي بك أوه شكرا بنتي شكرا شكرا تعالي تعالي أروحي بنتي أروحي واسمك؟ سيرين وخشوفة سيرين وين تسكني سيرين؟ اسكن في دار البيضاء في دار البيضاء دار البيضاء شحال في عمرك؟ خمس سنين خمس سنين وشاطرة هكذا دخلتي الحضانة ولا مازال؟ مازال هذا العام دخلي نورمالمون يا أخي يا ديري بو سلام يا زيد برافو بنتي برافو ها شكرا بنتي شكرا روحي بنتي تعالي قولي لي واسمك الشاطرة؟ ريهام ريهام وين تسكني ريهام؟ حسين داي في حسين داي شاطرة في الدراسة ريهام؟ نعم أكيد فرحانة لك هنا؟ نعم شكرا أكون فرحانين يا أطفال لكم هنا؟ عمو يزيد أسعد إذا مرحبا بكم أحبائي مرحبا بكم ونرحبوا كامل بالأطفال اللي راهم هنايا معنا من كل الولايات نظن كاين ناس جاوا من تيبازا من ولاية شلف كذلك من بومرداس أطفال الجزائر كلهم حابين يجوا لحصة عمو يزيد وحنا ماذا بينا نستضيفوا كل الولايات
في أول كل حصة نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ تحبوا الألغاز وخاصة كيكونوا فيها الهدايا يا أخي والجوائز. إذن لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يدخل مبلولا ويخرج ناشفا؟ هذا الشيء يدخل مبلولا ويخرج ناشفا. إذن فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على السؤال ولا اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب عن اللغز. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. بما أننا في هذه المناسبة السعيدة مولد خير الأنام، كنا في المواسم اللي فاتت كنا تعرفنا على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، شخصية كذلك أمه آمنة بنت وهب، شخصية أبيه كذلك عبد الله بن عبد المطلب. اليوم حبينا مع تنسيم نكتشفوا الشخصية اللي تاع عمه أبي طالب اللي كفله بعد موت جده عبد المطلب. إذن نكتشف اليوم شخصية أبو طالب مع تنسيم. تحية لتنسيم، تفضلي 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 تنسيم. مساء الخير أصدقائي. شخصية اليوم من أبرز الشخصيات في عالم الإسلام، إنه أبو طالب. إنه عم الرسول سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكفله الذي كان له فضل كبير في حياته، والد رابع الخلفاء الراشدين، هو ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. ولد سنة 540 ميلادي، خلف أباه فكان أحد أسياد قريش في المكانة والوجاهة. لما توفي جد الرسول صلى الله عليه وسلم كافله أبو طالب، فهو الأخ الشقيق والوحيد لعبده عبد الله والده، فاتخذه ابن فزادت البركة في بيت أبي طالب. كان يعمل تجارا، ففارقه الرسول ليتعلم التجارة. وبعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ورأت قريش أن أمره كان يتزايد ويقل، عرضته والتحقت به الأذى، فكان أبو طالب نعم المحامي والمدافع عنه. فساوم بعض أسيادها أن يأخذ أبو طالب أجمل فتى في قريش ويسلمهم محمدا ليقتلوه، فأبى واعترض بشدة. وقد احتصم مع الرسول والصحابة في شعبي 3 سنوات يأكلون ورق الشجر. توفي أبو طالب سنة 619 ميلادي في شعبي بمكة المكرمة نتيجة المرض والمعاناة. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم بفقده حزنا شديدا، لقد كان المحامي مخلصا والعم الناصح، فجعل عام وفاته عام حداد وحزن. شكرا 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 تسليم. شكرا. إذن أحبائي، كما تعرفوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، باباه توفى قبل ما يزيد، كفله جده، وبعد وفاة جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب. يا أخي أحبائي، واش رأيكم ونحن في هذه المناسبة السعيدة عمو يزيد راح يغني لكم أغنية المولد النبوي الشريف، قولوا كامل معايا على النبي صلينا. وبهذه المناسبة رايحين نشعلوا الشمع ويلتحقوا بنا ياسمين وميليسا يديروا لكم كامل الحنة، واش رأيكم؟ يلا. صلينا على النبي صلينا.
لقينا سنة الهادي العدنان نتبعها تهدينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي معينا يا بشرى خير مولود قد أتى ليهدينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي أمينا ربنا العالي الكريم خيره دنيا ودينا على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي محمد هادي جاء نور إلينا رحمة بالعباد بمكة والمدينة على النبي يا أحبابي صلوا صلوا على النبي شكرا شكرا برافو 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 يا أطفال برافو برافو. إذن مولد خير الأنام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلينا درتوا كم الحنة يلا وش رأيكم دركا نروحوا الألعاب الخفة مع عمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية يلا عمو سليم
تحية 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 تحية. شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي كما قلت لكم في الموسم الجديد هذا رابع موسم اللي حصلت مع عمو يزيد درنا فقرات جديدة منهم هذه الفقرة هي هل تعلم؟ رح نكتشفوا معلومة جميلة مع ميليسا. إذن تحية لميليسا، تفضلي بنتي. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد عن عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم مجتمعة؟ برافو برافو. شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي هذه معلومة مهمة، عدد البحيرات يفوق المليون بحيرة في كندا، هو ما يعادل عدد البحيرات في العالم كامل، يعني في كل دول مجتمعة. كندا يحتوي على 10% من الماء الصالح للشرب، يعني المياه العذبة يحتوي على 10% من كل ما يوجد على سطح الأرض. إذن في كل مرة نحاول نعرف معلومة اللي تفيدنا. يا أخي تحبوا الحكايات؟ إذن يا أحبائي كما قلت لكم مقبلة رح نحكي لكم حكاية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق. أحبائي في كل مرة نتكلموا ونحكيوا حكايات اللي منها دائما ناخذوا عبرة مثل باش نستفدوا منها، لأنه الدنيا هذه مليئة بالأحداث مليئة، والإنسان الذكي هو اللي يأخذ الدروس من هذه الأحداث باش يسلح نفسه بالأخلاق بالتربية حسن المعاملة. يا أخي أحبائي يروى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من البيت نتاعه كان دائما يلقى قمامة عند البيت تاعه، يجي شخص يرمي القمامة يعني الزبل عند الباب تاع الدار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفض هذيك القمامة ويروح ما يقول والو، وعلى باله شكون اللي كان يحطها له؟ هو جاره. جاره كان ما يحبوش. ومن بعد ينوض غدوة من ذاك يسيب القمامة هذيك يعاود يرفضها يعاود يرميها ما يهدرش كامل، وعلى باله شكون هو جاره كامل. وجاره ما كانش مسلم. دائما هكذا دائما دائما. واحد النهار ناض الصبح ما صابش القمامة عند باب الدار. تفاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش ما كانش القمامة، راح كمل طريقه. بعد رجع في الليل ما صابش القمامة. عاود ناض غدوة من ذاك ما صابش القمامة. اليوم الثالث كذلك ما صابش القمامة. تفاجأ راح سقس على جاره هذاك، قالوا له قال لهم مانيش نصيب القمامة وش به جاري؟ قالوا له راهو مريض. واش يدير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راح يطلع عليه كي دخل هذاك جاره تخلع. قالوا واش جاي دير؟ عم بالو جاي يضربه ولا جاي يدو سمعه ولا؟ قالوا لا لا، قالوا سمعت باللي راك مريض جيت نطلع عليك. احبائي شوفوا روح التسامح اللطف تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم. اذا الانسان شوفوا الانسان لازم تبادل السيئه بغيرها، ما لازمش السيئه بالسيئه. الناس كي تغلط معك حاول انك تسمح انك تتسامح، يعني ما تخليهمش، يعني ما تدوش على الكرامه تاعك، ولكن مليح انه الانسان يتسامح. معليش واحد يغلط معك ويجي يقول لك اسمح لي ولا، معليش انك تتسامح معه. هذه الاخلاق هذه يا احبائي ناخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى بالكم ثاني كانت واحد الحادثه لما المسلمين كانوا يربحوا في الغزوات، رسول الله واش كان يقول لهم؟ أباك هذوك الأسرى كي يحكمهم ما يدوهمش للسجن ولا يعذبوهم ولا، يقول لهم اللي يعلم 10 من المسلمين الكتابة والقراءة انطلقوه. شوفوا حتى العلم كان عنده مكانته، يعني احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متسامحا كان عنده خلق عظيم. عمو يزيد نستخلص من حكاية اليوم أنه يجب علينا أن نقابل السيئة بالحسنة. برافو برافو. تحية البوبي، تحية. إذن أحبائي الإنسان لازم يكون قلبه كبير، لازم يسامح لازم يتسامح، لازم يكون لطيف وعلى خلق عظيم. يا أخي أحبائي يلا معي أرجعوا لأماكنكم. إذن أحبائي العفو عند المقدرة، والمسامح كريم، والإنسان لازم يكون متسامح ويكون لطيف ويكون عنده أخلاق عالية. لما تكون عندك أخلاق عالية
صحابك وفاميلتك كامل يحبوك يا اخي. الحقنا الحقنا دركا ركنا نحبو. شكون اللي عنده نكته يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكته؟ تعالي بنتي روحي او قعدي. واسمك بنتي؟ ليديا. ليديا وين تسكني ليديا؟ في عين نعجه. عين نعجه. حكينا نكته تاعك بنتي. كان واحد الراجل مجحاح كل يوم يشري لمرتو الخبز والبصل. بك واحد النهار شرى لها غير الخبز، قالت له وين راه البصل؟ قال هي واحد ستو تاوالف تسقايطه. برافو برافو. تعالي تعالي اروحوا في زوج. يلا اروحوا في زوج معليش. تعالوا في زوج يلا. هاي اقعدي هنا خليها تزيد تقعد قدامك. يلا واسمك بنتي؟ ريتات بلزيدي. وين تسكني؟ في بليدة. في بليدة اخي مدينة الورود. جيتي ما جبتي لناش وردة، من المفروض تجيبي لنا وردة. الله يبارك. احكي لنا بنتي نكتة تاعك. عندي اغنية. يلا. يا فرحتي بالعيد ويومي السعيد يجيء بالأفراح في الليل والصباح أرى به أصحابي في أجمل الثياب أبدو به سعيدة إن ألبس الجديدة. برافو 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 بنتي برافو برافو برافو. تعالي بنتي واسمك؟ نورهان. نورهان تحكي لنا نكتة نورهان؟ يلا تفضلي بنتي. قال لك واحد راح نهار واحد الراجل تزوج مع وحدة صينية، راح الريستوران من بعد قالت له علاش راك ساكت؟ هاي ما كنتش تهضر علاش راك ساكت؟ قال لها على بالي كي راقدة. روحي بنتي روحي، ما قلتليش فين تسكني؟ وين تسكني بنتي؟ في العاصمة. في العاصمة. الله يبارك الله يبارك. شو عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة جميلة. تعال تعال أروح. تعال أقعد وليدي. واسمك؟ خير الدين. وين تكون خير الدين؟ ولاية شلف. في شلف. خيار الناس خيار الناس. حكي لنا نكتة تاعك وليدي. هذا واحد قال له وليدي قال له دير لي لابوط التراكتور. إيه؟ قال له ترن ترن ترن. قال له أنا قلت لك نوضو. إيه برافو برافو برافو. لحقنا دركا الركن الرسائل، رايحين نقراو الرسائل اللي بعثوهم لنا أصدقائنا الأطفال. إذن بوبي عطينا رسائل أصدقائنا الأطفال، وانتم يا أحبائي إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على الزرار أراء وملاحظات. تحية البوبي. شكرا 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 بوبي شكرا. إذن عمو يزيد يبدأ يقرأ في الرسائل تاعكم. الرسالة الأولى كزار أنيس 7 سنوات مدينة سكيكدا. الله يبارك. قال لك حصة رائعة. إذن يا كزار أنيس 7 سنوات من سكيكدا، شكرا شكرا على المرسلة، وحنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية عقوني بدر الدين 6 سنوات مدينة بوسعادة ولاية المسيلة. عمو يزيد أود أن أدخل ولدي إلى جمعية عمو يزيد، أنا رانيت في الشروق تي في. آه فهمت. حبيتو بدر الدين عقوني باش يشارك في الحصة. إذن عقوني بدر الدين من بوسعادة ولاية المسيلة راح نكلموك حتما باش تجي تحضر معنا في الحصة. الرسالة الموالية مداسي إلياس 9 سنوات مدينة العلمة ولاية ستيف. قالك أريد المشاركة في الحصة. بالطبع بالطبع حين عيطوا لك بشارك في الحصة يا ابني إن شاء الله. الرسالة الموالية بهلول عبد العزيز. بهلول عبد العزيز من مدينة باريس من فرنسا. قال لك أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة. إذن عبد العزيز بهلول من باريس مرحبا بك، راح نكرمك حتما وجيت تحضر معنا إن شاء الله. الرسالة الموالية بولنوار أنس 10 سنوات مدينة عين الملح ولاية المسيلة. قالك أنا أحبك كثيرا يا عمو يزيد وأريد المشاركة في الحصة مع كل الأطفال من مدينة المسيلة. بولنوار أنس شكرا أنس مرحبا بك مرحبا بك. عمو يزيد يرحب بك والأطفال كذلك. إن شاء الله نزوركم في أقرب وقت. أحبائي لحقنا دركا للجواب عن اللغز.
ما هو الشيء الذي يدخل مبلولا ويخرج ناشفا؟ شكون يعرفها؟ تعالي بنتي روحي، تعالي. واسمك بنتي؟ دنيا. دنيا. نقولك حنا حنان ولا دنيا؟ حنان. حنان الله يبارك. وين تسكني حنان؟ في تيبازا. في تيبازا. وش هو الجواب؟ الخبز. واو الخبز. واو الخبز لما يدخل الفرن يدخل مبلول ومن بعد كيخرج يخرج ناشف. شاطرة شاطرة بنتي، قعدي معايا. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي شفت مهبول راعي عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي. يلا أحبائي، في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا. إذا حبيتوا أنتم كذلك تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة مع عمو يزيد، ما عليكم إلا تبعتوا 5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 سطولي العاصمة الجزائر. ورامي مع عمو يزيد راح يهديكم هدية عيد ميلادك باش تجي تحتفل معنا. اليوم مالك نسيم 6 سنوات من الجزائر العاصمة من حي بلويزداد بعت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي وجا اليوم باش يدير عيد ميلاده معنا. إذن احنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروح يجيبوا لنا الكاتو تاعو. إذن مالك نسيم تعال تعال وليدي، أروح أروح مالك نسيم تعال تعال تعال، يلا نغنوا له كامل وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعو. يلا التحقوا بيا كامل، تعالوا تعالوا، يلا نغنوا له. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نحلم يا سنة ونعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نحلم يا سنة ونعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسعى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسعى نمرح نغني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. وعمو يزيد يشعل لك الشمعة وديروا معايا العد التنازلي: 6 5 4 3 2 1. طفي 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 طفي. برافو 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 برافو. اعطيني الشهادة تاعو. إذن مالك نسيم عمو يزيد يعطي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا أطفال غير تخرجوا كل واحد تكون عنده شهادة باسمه يحتفظ بها كذكرى. يا أخي أطفال هذا وعد، أعطيه الهدية تاعه. إذن وليدي كما وعدناك رامي ما
مادام بعت 5 قسيمات من علب حليب رامي، رامي يعطيك هدية عيد ميلادك إن شاء الله تستفاد بها كما وعدناك. وانتم يا أحبائي إلا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم ما عليكم إلا تبعتوا لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة، ورامي وعمو يزيد راح يعطيو لكم هدية عيد ميلادكم وتحتفلوا معنا هنايا. إذا أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تي في، نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. نشكر عمو يزيد على الحصة هذه اللي دارها الأطفال. احنا سجلنا في السيت انترنت تاع حصة عمو يزيد وعيطوا لنا في تليفون بار ليميسيون ورانا لهنا باش نشاركوا في الحصة. نشكر عمو يزيد على هاد الحصة اللي استضفنا فيها. بارك الله فيكم على الاتصال تاعكم، ونشكر الحصة تاع عمو يزيد. قالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.